السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا أمر اسمه أوفر رايت. أوفر رايت دوت يعني بتدي خاصية للعنصر غير الخاصية اللي موجودة جواه. يعني مثلا ده هنا واخد اللون دوت، ممكن أجي أعمل سيلكت عليه وأدوس رايت كليك وأقول أوفر رايت كرر وأختار لون مختلف، وليكن مثلا اللون دوت وأقول له أوكي، هتلاقي اللون ده اختلف. تمام، ممكن ألاقي أوفر رايت الشفافية فأبدأ أعمل شوية شفافية. تمام، تلاقي العنصر بدأ يشف ويظهر لي الحاجات اللي خلفه اللي وراه. مثلا دوت خلينا نمسك مثلا هنا الأرضية، أقول له أوفر رايت وأروح أعمل الشفافية فيبدأ يشف وأبدأ أشوف الحاجات اللي تحتيه. طيب برضو في حاجة تانية، أوفر رايت النقل بقى. يعني لو في عنصر هنا وأنا حاسس إن هو ده مش في مكان إن هو مترحل، فأقول له مثلا رحله لي 5 متر مثلا، فيبدأ يرحل لي العنصر دوت بحيث أبدأ أشوف العناصر الداخلية. طيب الكلام دوت برضو لازم تيجي في الفيو بوينت وتقول له المود هو شيدد وليس فور رندر. فور رندر هيجيب لي الألوان الحقيقية، مش هيأثر في موضوع الأوفر رايت دوت.